في سنة 2016 ظهر أبليكيشن التيك توك في الصين، وفي سنة 2017 ظهر في العالم كله، لكن حقق أرقام مرعبة جدا في الانتشار بعد ظهور جائحة كورونا في 2019، لدرجة أنه قفز من 104 مليون داونلود في أول 2018 لأكثر من مليار داونلود في حلول نهاية 2019. وده موضوع حلقتنا النهاردة بخصوص أبليكيشن التيك توك وتأثيره على السوشيال ميديا. أهلا بكم في برنامج الوسط. النقلة النوعية اللي عملها تيك توك أثرت بشكل كبير جدا على التسويق الإلكتروني، خصوصا بعد نهاية 2020 بعد ما أتاح الإعلانات على المنصة بتاعته، وأتاح دعم لصانعي المحتوى، وعمل الجروث هاكينج وأمور زي كده كتير جدا. من فترة قريبة ظهرت الريلز على الفيسبوك بعد ما كانت مخصصة للإنستجرام بس، وقبلها فترة مش بعيدة ظهرت الشورتس على اليوتيوب. الغريب في الموضوع ان الميزات دي كلها ما كانتش متاحه قبل التيك توك، والاغرب ان كلها واخده نفس الشكل التيك توك، نفس مقاسات التيك توك، نفس الشكل، نفس السوايب اب، نفس كل حاجه في التيك توك. هل التيك توك اصبح ماركت ليدر للسوشيال ميديا كلها؟ جايز. على الرغم من وجود الفيسبوك عملاق السوشيال ميديا، الا اننا ما نقدرش ننكر ابدا ان التيك توك بقى مؤثر جدا على كل حاجه، حتى على الشركات الضخمه، وده يعود على سرعه انتشار الاخبار عليه، ويعود على استحواذه كمان على الانفلونسرز ودعمه الكامل ليهم. من الضروري جدا لكل بيزنس انه يكون متواجد على التيك توك، خصوصا لو كان البيزنس ده بيستهدف الفئه العمريه اللي بتبدا من 14 سنه لحد 25 سنه، وده بسبب تواجدهم الزايد جدا على المنصه دي وتوجههم كلهم ان هم يكونوا موجودين هناك. من افضل طرق التسويق على تيك توك انك تصنع محتوى مدته من 15 ل 45 ثانيه، وتحاول تخليه فاني اكتر علشان ده اللي بيفضله جمهور التيك توك. التسويق الالكتروني عامل زي الايسبرج، 20% منه فوق سطح الميه و80% منه تحت سطح الميه. في التسويق الالكتروني شفنا كتير وبنشوف ولسه هنشوف اكتر، وبكده تكون حلقتنا وصلت لنهايتها. نشوفكم على خير وانتوا دايما متواصلين.